الربح من الموقع ده بيبدأ من 1 دولار لحد 23 دولار. في الفيديو الاولاني اشتغلنا على خطة 1 دولار، والنهاردة هنشتغل على خطة 23 دولار. ودي اهم حاجة، لو الفيديو شرحناه عندنا مرتين في القناة اهم حاجة تبص في اول تعليق وفي الوصف، لقيت الموقع يبقى تعرف ان انت تقدر تشتغل وتكسب، ما لقيتش الموقع يبقى تعرف ان الموقع قفل ومش هتقدر انك انت تشارك فيه. كالمعتاد رابط التسجيل والتحميل وكل حاجة هتلاقيها في اول وصف وموجودة في اول تعليق. عشان تسجل في الموقع بتكتب الايميل بتاع حضرتك، واول حاجة بتكتب الباسورد، تاني حاجة ده باسورد السحب بتستخدمه اثناء السحب. هنا تليجرام بتكتب اي اسم عادي حتى لو ما عندكش، وبعد كده بتقول له تسجيل. زي ما طبعا حضرتك شايف كتبت الايميل، ده الباسورد بتاع الدخول، وده باسورد السحب بيكون 6 ارقام بستخدمهم اثناء السحب. وبعد كده بكتب تليجرام وبقول له تسجيل حساب جديد. اول ما بتسجل حساب جديد بتلاقي حاجة في وشك اللي هي اسمها الفيبات او المستويات، ده اللي احنا شرحناه في الفيديو الاولاني، ولكن طبعا انا هنا عشان اشرحها لحضرتك. هتلاقي طبعا كل حاجة مقفولة قدام حضرتك، ده ليه في الواحد، ده ليه في الاثنين، او مستوى واحد لحد مستوى 4. وبتيجي هنا على فيب عشان تشوف المستويات سعرها قد ايه. اول حاجة بتدفع 8 دولار وبتكسب 1 دولار و10 سنت كل يوم، ده في خطة رقم 1. تاني خطة 18 دولار وبتكسب 3 دولار. تالت خطة طبعا بتكون ب 86 دولار وبتكسب 6 دولار ونص. اخر خطة اللي انا هشتغل عليها النهاردة اللي هي ب 118 دولار وبتكسب كل يوم 23 دولار. طب بتكسب ازاي يا عم احمد من الكلام ده؟ اول حاجة عشان تفتح مثلا خطة رقم 1 8 دولار وكل يوم بتخش تسحب 1 دولار و10 سنت، بيحولك على عملة اليو اس دي تي 20 او يو اس دي تي تي ار سي 20 اللي هي عملة الدولار على شبكة ترون. بتبعت هنا الرصيد الموجود عند حضرتك وبتستنى 5 دقايق وبتيجي في الاسفل تقول له انا بعت الرصيد. اول ما بتبعت بتلاقي حضرتك مباشر الباقة اتفتحت عند حضرتك، او بترجع تقول له افتح الباقة وهو عندك الرصيد بتتفتح عندك مفيش اي مشكلة. طبعا انا دلوقتي هشتغل على الباقة الاخيرة او اخر باقة اللي هي ب 118 دولار وطبعا بكسب فيها 23 دولار وده كل يوم. طب بتكسب ازاي يا عم احمد؟ انت دلوقتي عرفت ازاي تشتغل على الباقة وعرفت سعرها وعرفت ازاي تفتح الباقة. لحد دلوقتي انت ناسي تعمل لايك، شكرا مقدما على اللايك اللي انت هتعمله قدام حضرتك. اخر حاجة احنا فتحناها ليه في الاربعة او مستوى 4، طبعا فتحناها بعد ما عملنا ايداع في الموقع عشان نكسب منها بشكل يومي. بتخش بتلاقي عندك هنا مهمتين بس، ما بتعملش اي حاجة تاني. في اول خطة بيكون مهمة واحدة، هنا كل مهمة عاملة 11 دولار وخمسة او 11 دولار ونص. بندوس على الخطة كده فنش الخطة بس، ما بتعملش اي حاجة تاني. نفس الكلام برضو فنش الخطة، سواء كان في الخطة رقم 1 ام 8 دولار او في الخطة رقم 2 ام 18 او اي خطة انت بتستخدمها. عملت الخطة بتاعتك وكسبت، روح بقى اسحب فوري ومباشر، مش هتحتاج بقى انك انت تعمل اي حاجة تاني. بتيجي هنا على استخراج الرصيد والكلام ده بتعمله كل 24 ساعة. عندنا هنا طبعا 23 دولار بتوصله فوري ومباشر وبدون اي رسوم، يعني لو سحبت 1 دولار بيوصلك 1 دولار. الرصيد ده بننزله هنا كده بنكتبه هنسحب 23 دولار. يبقى فاضل بعد كده ايه؟ فاضل بعد كده باسورد السحب اللي احنا عملناه اثناء التسجيل، اكيد طبعا انت فاكر اللي هو بتاع 6 ارقام. كتبنا الباسورد، يبقى اخر حاجة عايزين محفظة السحب. تسحب من اي محفظة انت بتستخدمها او اي منصة انت بتستخدمها. طبعا هنا عندنا 37 دولار من عملة اليو اس دي تي، هنروح ناخد العنوان ونسحب على نفس العنوان، بقول له ده العنوان وبقول له ده الباسورد. طبعا بمجرد ما بتدوس بتلاقي حضرتك تم ارسال الرصيد، فاقل من دقيقة هتلاقي الرصيد وعلم في محفظتك. طبعا هشرح لك ازاي التيم بتاع الاحالات، هتيجي هنا في الاسفل وهتيجي طبعا حضرتك عشان لو انت مثلا عايز تعمل احالات لاصدقائك او الجودة، هنا طبعا رابط الاحالة. وانا دخلت على رابط الاحالة هتلاقي الرصيد علم فوق قدام حضرتك اهو بدون قص وبدون اي مونتاج. ادي الرصيد وصل قدام حضرتك طبعا وبيوصل فوري ومباشر. زي ما قلت لحضرتك المواقع اللي زي كده طالما الموقع موجود في الوصف وموجود عندنا في اول تعليق يبقى الموقع شغال، تعرف ان انت تشتغل عليه. واي موقع عامه استثمار احنا بنشتغل عليه 4 ايام فقط، اليوم الاول يوم الثاني يوم الثالث يوم الرابع، بنقول له اخطف واجري. لحد كده يا اصحاب انا شرحت لك كل حاجه عن الموقع. اخر حاجه طبعا هنا الاعدادات الشخصيه بتاعت حضرتك، وعندك من هنا في الاسفل او على ايدك اليمين سحب وايداع، نفس الكلام برضو هنا ايداع وهنا
سحب. لحد كده شرحت لك كل حاجة عن الموقع، وعملنا لك النهاردة خطتين. الأول فيديو كنا عملنا خطة رقم 1 اللي هي 8 دولار، النهاردة عملنا خطة رقم 4. طبعا الكلام ده بيتجدد كل 24 ساعة، بتخش تعمل نفس المهام اللي هي بتدوس على ليفل 4 او ليفل 1 سواء انت حسب المستوى بتاع حضرتك، وبمجرد ما بتدوس على المستوى بتاع حضرتك بتكسب وبتسحب فوري. لحد كده شرحت لك كل حاجة، ما تنساش تعمل لايك بتاعك الجميل، ونشوفك في الجديد على وين فري.